إن شاء الله راح نتكلم عن النمو البدني في المراهقة المبكرة. طبعا في المراهقة المبكرة يتسارع معدل النمو ويزيد الطول والوزن، وأيضا تنمو العضلات في المراهقة المبكرة، ويزيد عرض الكتفين في الأولاد عن البنات. أيضا قد يبدأ نمو البنات قبل الأولاد في المراهقة المبكرة. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس، حبيت يعني أوضح هذه النقطة فقط، وإن شاء الله راح نتكلم عن النقاط الأخرى في دروس القادمة. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.